انت ضيف عندنا في وسط المسرحيين وانت ناقد محترم وكل سيادتكم وانتبهت لكلام المنصه. انا مش هقعد الا لما ارد على حضرتك. انا مش هسمعك استاذ عصام. حضرتك انا هتكلم استاذ عصام. ثواني بعد اذنك استاذ ناصر. المسرح القومي التكلفه الفعليه من السيد الاستاذ كمال حجاج 89 مليون جنيه فقط لا غير. بعد اذنك استاذ سمير. استاذ سمير كنت اتمنى ان انا اسمع منك الكلام ده وانت رئيس جهاز التنسيق الحضاري عندما سلم لك نسخه من السيد جمال حجاج. لو كان في حينها رديت على هذا الكلام وانت احد اركان النظام كنت هضرب لك تعظيم سلام. انا ابن المسرح القومي وبعد اذنك انا كنت هموت في المسرح القومي وانا بطفيه. المسرح القومي يا استاذ هشام بعد اذن حضرتك وانا اجل لك انت والاستاذ حسام قعد من 2008 ل 2009 تحت شركة جروب للهندسة الاستشارية العميد عميد كلية الهندسة علشان لازم نعرف استشاريا النار اللي قعدت 3 ساعات تاكل في المبنى والمية اللي قعدت 4 ساعات تطفي في هذا المبنى. لازم كيميائيا ومعمليا نعرف هذا المبنى هل هيتهد ويتبني من جديد ولا يعني هنعمل ترميم. يعلم الأستاذ سمير إن محافظ القاهرة وجهاز التنسيق الحضاري تعنته في عدم هدم المسرح القومي فتم بناء سور خارجي وتم الاعمال من الداخل وتحايل على القانون حتى لا يؤخذ منا هذه الارض. لان لو المسرح كان اتهد على مرأة ومسمع من الاجهزه التنفيذيه كان هيتم سحبه مننا. المسرح القومي اللي انتوا بتتكلموا عنه حاليا زي ما قلت وبكررها 89 مليون جنيه وهذا الكلام على لسان الاستاذ جمال حجاج بمستندات يا استاذ. انا ما بعرفش حد اوكي انت تعلمي عني هذا. انا اجل الاستاذ هشام جمعه اجل الاستاذ حسام الدين صلاح اجل كل هؤلاء الناس جزئيتك الاولى في الثقافه المصريه على عيني وعلى راسي. المسرح القومي يا استاذ سمير مناره وفخر لكل المسرحيين. اتمنى ان انتوا تروحوا تشوفوه. لك ان تعلم ان كل الموجودين ويتكلمون على المسرح القومي على الفيسبوك لم يحضروا الافتتاح. أنا حضرت. لم يروا. بعد إذن حضرتك أنا بقول للناس المعنية. يا أستاذ. لم يروا. أنا بجليل الدعوة. لم يروا. أنت قامة. أنت قامة. لا أنت مجرد. أنت قامة. لا أنا متقاطع. يا جماعة. نالي العام كان المسرحيين. لم يروا الدعوة. معاك الدعوة. وأنت عايز دعوة. وأنت عايز دعوة. ده انت فاهم يا جماعه لو سمحت مساحه ذكيه الرساله اعلى بقى الرساله اعلى ان المسرح القومي لم يتم تسليمه حتى الان. الاستاذ بيتكلم صدقوا حضراتكم ده لسه عفيل لو سمحت صدقوا المسرح قولوا ايه اللي انتوا عايزينه لان الشركه لم تسلم المسرح القومي. انا سامع الشيخ بيتكلم بايه فاروق حسني. انا بتكلم ايه فقط لا انت مين هو ابن فاروق حسني. انا على عينه وعلى راسه فاروق حسني. ايه يا عصام ده انت على كلمه صراحه لكن مش عايز حد يتكلم فاروق حسني ولا انا ما جاتش في فاروق حسني اللي خلصت انا 25 و30 يوم الكلام ده احنا خلصنا منه 25 و30 يعني انا عصام مش فاروق حسني. انا كنت بموت عايزين نعتني بنفسنا ولا واحد من لو سمحت يا سطاف مين يا فندم؟ لصيق بفاروق حسني اسمه عصام الشويت بس ده اسمه عصام الشويخ لصيق بفاروق حسني. انا معرفش انت جاي منين اصلا. يا عصام عشان تتكلم من خارج المستندات يا عصام حتى الان اللي له عين توجيهات يذهب للشركه استاذ هشام ويصدر الاقرار المسرح القومي فتح مبروك علينا الساده المخرجين المحترمين الشاب جوعه حسام الدين صلاح فكرونا يا ريس بعد اذنك فين النصوص اللي هتطور المسرح القومي؟ عندنا كوارث ثانيه يا جلال المسرح القومي لما تفتح اقسم بالله ما كان هيتسجل اقسم بالله ما كان هيتسجل احنا لينا الفخر ان تم افتح المسرح القومي على فكره يا سام المسرح القومي والله ما كان هيتسجل المسرح القومي
قومي كان ميت واتدفن ودفنوه في المخالفات اللي فيه. لا ابو خالد اشتغل فتبوخ مع خلاف في حياتك. لا لا حرب يدفنوا الميت يا عصام. بس افتح المسرح. لا لا انت بتقولوا غلط. المسرح فتح مربوط بالمسرحيين. مربوط بالصدى المسرحيين. انا جاوب على المسرح. لا اصل مش هيتكلم بالصوت يا هشام بقى. هو هيتكلم بالصوت احنا صوتنا عالي يا اخي. لا مش هيموت والله ما يموت. يا جماعه في جلسه وفي اداره للجلسه لو سمحتوا. نهدى نهدى نهدى. لا انا بجد نهدى خلص. وعلى فكره انا الوحيد انا بنت المسرح القومي. بعد اذنكم احنا ما بنصادرش على رأي أي حد ومحدش يرد على حد. الأستاذ اللي هيتكلم أيا كان يتكلم بعد كده لو في ردود يبقى حد يرد عليه. عايزين نسمع أحد مهندسي الذكور الأسماء الكبيرة في مصر، واحد من أهم الزيموغرافيين في مصر بأعماله.